قاعد تنسى صح، وذاكرتك مو مضبوطة، مو قاعد تصير عندك حفظ أو سرعة بديهة. ركز معاي بهذا الموضوع. أيضا هذا الموضوع يفيد الأطفال حق دراستهم، لأن الحين خلاص يبي يدرسون، تعطيهم سرعة بديهة، يصير عندهم الحفظ، يصير عندهم الذاكرة قوية. ركز معاي، شو اللي نبي نسوي؟ نجيب زيت جوز الهند العضوي حق الكبير والصغير. الصغير قبل النوم بطل حلجك ماما، نحط نص ملعقة ياكلها. ليش؟ لأن زيت جوز الهند العضوي مفيد جدا حق الذاكرة. وأيضا يا جماعة البيض، ليش البيض؟ لأن صفار البيض في شيء اسمه الكولين. الكولين شنو يسوي؟ وهو اللي يعزز الأعصاب حق سرعة البديهة. وايضا عندنا غذاء ملكات النحل، عاد ما ادري حق اي عمر، استشيروا الدكتور او الصيدلاني، في اسيتيل كولين ايضا حق الذاكره 100%. وايضا شنو عندنا؟ اليود، لازم عيالكم ياكلون سمك. اختي الغاليه اذا انت حامل الله يخليك اكلي سمك 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 سمك، خلي اكثر وجباتك كلها سمك. راح تلاحظين الولد ان شاء الله اللي راح تولدين